تفرد جناحها السلام مكتوب عليه حكم القدر تفرد جناحها السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب الظلام وحدة قيامة البحر وحدة مجال في النهار بتنادي ليه شمس المطر بوابة الليل الطويل شباك فاتح للقمر خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمان نجمة تلوح في البعيد تغيب وسط صحبة دخان دوري يا زمان درب الرحيل غير مكان خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمان نجمة تلوح في البعيد تغيب وسط صحبة دخان يا دوري دوري يا زمان يا دنيا 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 دوري يا زمان يا دنيا دوري دوري يا زمان طبعا يا ادريس انا وريتك الحته اللي بتلبت فيها الشافع ايوه كويس ايوه اول ما تختفي الشافع لكن يا ادريس كنا دارينا معاك واحد تاني تاني شنو يا اخي والرابع شنو وثالث شنو يا اخي ده شغلي وانا بعرفه كويس انا بقدر لك الشغلانه دي برايا يا ربوها يا اخي طيب كويس جدا لكن يا ادريس انا داير بالك يكون طويل لانه وبعدين احتمال يعني تاخد لك يومين ثلاثة كده بالي طويل سلبة هناي بس كده نفهم أنا حاطلع من الحكاية دي بكم يعني قول بالميت كده مليون مليون؟ هاي ما أقوم أختف لك ودي الحافيان ذاتي الله يا ربوها هاي اسمع أول ما تختف الشافع جميل ودي هناك أنا بشوف الورقة اللي فيها المطالب دي جميل لانه طبعا ادريس انت عارف انا ما اقدر اسهر قدام الشافع المساله كلها لا لا لا, لا يا ربوها خليك بعيد هتشوف ادريس حيعمل شنو اعتفق في اللاديتر ولا شنو يا وهاج لاديتر شنو يا وهاج يا اخي تعال تجيب لي الضغط ولا شنو وهاج يا اخي ما تجنني جيب لي زرديه يا اخي عليك الله يا اخي لا اله الا الله محمد رسول الله
الزردية يا مؤمن الزردية. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يلزمنا الصبر يا أخي. ده تقول؟ أيوة يا أخي. ده نحن نقول الكماشة. عليك النبي أدينا. لا طيب أدينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. عليكم السلام. لا حاجة خفيفة جدا. الحمد لله. الحمد لله. في الحقيقة أبو قرين يعني أنا كنت عايزك، لكن شايفك كده مشغول شوية. لا لا ما في عوجة. بجيك بعدين خلاص. ما في عوجة. لا لا والله أفضل لك، أنا حسي ما عندك أي مشكلة يا حبيبي، ما في مشكلة. يعني أنا كنت عايز أقول إنه يعني بيناتنا ما كانت عمرانة، وأنت مين ما جيت هنا يعني زي أنا شايلة معاك وكده. لا 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 لا. يا حبيبي رجعت يعني نفسي، فلقيت انه ما في سبب. يا 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 بشاره يا اخي، يا اقسم بالله العظيم انا ما عندي معك اي مشكله يا حبيبي. ما في عوج، ما في مشكله. ابشر. وهج كيف؟ مرحب. تمام الحمد لله. تعلم مع صاحبك؟ ايوه نتعلم. خلاص شد حيلك. ها نشده. حس انت الزول ده كلامه تصدق بشاره ده؟ ايوه ابو شارد. يا اخي ابو شارد رايل طيب جدا والله، والله على نياته رايل طيب. يا وهاج يا اخي ما في داعي نعمل لنا مشاكل معه. ساكت. وكمان صاحبك ربيع برضه ان شاء الله تقول قلبه ابيض. لا 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 لا، الربيع ده موضوع براو. اها بتطول المره دي الحاج؟ والله يا حاجه 3-4 يوم كلها. شفتي كيف؟ فقد المشروع ولف على المزارعين. وسايق معاك منو من العمال اللي معاك؟ ابو قرين. سامح والله ابو قرين ده سوقه معاك اي محل وري اي حته. عشان يا هو يا هو الراجل بريحك بعد دي الحاج. مش كده الحاجه؟ والله. يا حاج ودي الحفيات. ايوه يا ابو قرين. ايوه كيف حالك يا حاج؟ اهلا مرحب. ان شاء الله طيبين. الحمد لله. العربيه جاهزه تمام. تمام التمام. مويه ونور كله تمام باذن الله. باكر فجر نسافر عديله تب. تمام التمام. العجله اتصلحت يا ابو حميد. ما في اي حاجه ما بتصلح يا ولدي، كل شيء بتصلح. تركب عجلتك طوالي تمام. انا اغسل وانت تصلح. ايوه كده يا ابو حميد. يلا بعد كده انت تكون تمام، تركب العجله ما تخسرها. انا صلحتها لك كويس جدا جدا. لكن ثاني يا عم مسافر. كيف يا ولدي الشغل؟ لكن يا احمد واحد ثاني انت اقعد معانا هنا يا حماده. احمد هيا يا امي انا هنا مع عمو. لا خلاص كان مع عزبوك يا الحاجه. امسيت يا الحاج. الحمد لله ان شاء الله انت كويسه. الحمد لله. الله يبارك فيك يا الحاجه. لا 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 قال لي انا ابدا ما عاوز شاي. انت اشربي. مالك بسم الله. ما داير الحاج. نعم الفي بالي ده في بالك انت الحاجه. الفي بالك شنو؟ الفي بالي اكان ابو قرين جاكا وقال لك بدور سيده بنتك بتدي. والله يا حاجه ابو قرين راجل فاضل، لكن كمان الواحد ما ممكن يدي بيته يعني ليزول لا بيعرف اهله ولا جهته ولا حتى كونته. اي انا بزعل بقول هو طلبه قال دايره ده سؤالك دي. والله يا حاجه هو زي بدلي كلام زي ده، لكن انا حميته يواصل لاني خفت يقول لي كلام يخليني اطرده. على حال الموضوع خليه كل شيء بيد الله، انت بس الزم الصبر.
شفت يا احمد الدرس اللي قالت لك امك تنقله تنقله كله. حاضر يا جماعه. وانت جيبي له الجلاد خليه يجلد الكراس بتاعه ان شاء الله. تمام، ما تعمل اي غلاغل. طيب يا الحاجه الله يسلمك. مع السلامه يا الحاجه. ربنا يجزاك. طيب يا سيده الله يسلمك. الله يبارك. خلوا بالكم من احمد كويس. ها ما اوصيكم. الله يبارك فيكم. طيب مع السلامه. الله يسلمك. ايوه العسل ما تنساه. طيب جدا ان شاء الله العسل واشياء اخرى. طيب في رعايه الله الحاجه. مع السلامه. الله يبارك فيكم. خلوا بالكم من احمد. اسمع يا ربيع، الحكايه دي طولت وانا خلاص زهقت. قلت لك طول بالك يا ادريس طول بالك. ما ممكن يا اخ، ما ممكن اكون قاعد النهار كله لا بيت لا اكل لا شراب وشاف عجن ده ما مد راسه. يا اخي يا اخي ما قلت لك العرض اللي كان فيه فات خلاص. طول بالك، ده مليون جنيه. مليون جنيه يا ادريس حدي معك باكر كان طرشقت يعني الفايت. يا اخي انا زهقت يا اخي. باكر باكر دي باكر دي شفتها انا شايف ابجيك. بعدين اسمع الشافعي اسمه احمد متعلق بابو قرين. عرفنا حفظناها بس هو يطالع كيف. ما ممكن يا اخي. مشي. وين يا احمد؟ ماشي العب عجبتي شويه. خلاص طيب ما تمشي بعيد ما تتاخر كويس. لا ما بمشي بعيد. طيب يا اخي ده انت مشيت قريب يا احمد يا اخي. يمين بالله ايمن شفته بيمشي بعيد هناك ولا بيتعب. انا بمشي بعيد ولا بتعب كده. وريني يلا. ها انا بدي فرك يلا. ها ها هذا كده. انزل انزل انزل. انا صاحب عمك ابو قرين. الله كيف انا وابو قرين اصحاب. لا لا انت حتمشي معي. تعال انت يا امي. احمد وين؟ انا ما شايفه. ده ما شفته. انا ما قايله معك جوا في الاوضه. الساق عيلته قال مشي العب برا في الحوش. طيب بتساليني مالك انت وكيف بتخليه يمشي يمرق برا في العجله؟ بتجي تساليني ليه يا سيده يا بنتي؟ لكن يا امي شايفه اتاخر شديد كده. نمشي اشوفه برا ويا. اوهاج. ايوه. ما شفت لي احمد؟ هسي كان طلع بالعجله حقته هنا. عليك الله كده شوفوا لي طلع له مسافه ولحد هسه ما جا قلقان علي انا. كويس نشوف هسه دي. اي عليك الله. هسه نشوف. ما تتأخروا تعال طب مني. إن شاء الله هصني. بجارة يا بجارة. أيوة يا وهاج مالك؟ لا إله إلا الله محمد الرسول. في شنو مالك؟ إيه اللي حاصل؟ الولد ما لقينا. أحمد؟ أيوة. ما لقيته كيف يعني؟ والله كسنا والله الكران حقك من التعب ما تمشي. شفتوا محل العجلة بتاعته هناك؟ كله مجينا محل العجلة ومجينا الجيران ما لقينا. محل الأولاد تلعب الكرة برضو ما لقينا. لا إله إلا الله. طيب يلا 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 نشوف. قصايا والدنيا دي برايا. انا بسخت علي الحياه والدم ده عليا والدم ده عليا. يا بشار هيا والدم ما لقيت الملايه. يا حاجه تهدي ما لقينا ولا كنا نفتش. بنلقاه يا اخوانا. اصبر يا ولدي وبعدي بنلقاه ان شاء الله. دار امي ودوني لامي. انا دار امي ودوني لامي. يا ولد طيب. يا ولد اسكت بقوم بلخبط كيانك. اسكت. ما بسكت. انا دار امي. قلت لك اسكت خليك هادي احسن لك. بس ما بسكت حرامي كلب. انا دار امي. انا دار امي. يا محزن طرحة من نار احمد. خليني يا بشارة انا ما قادر اصبر. يا حجة انا ما قادر اصبر يا بشارة. ان شاء الله نلقاها. احنا للولاد يا يما يا ربيع. يا ربيع ما شفت الحصل عليه. شنو؟ ولدي ضاع يا ربيع. احمد ضاع. احمد ضاع. ضاع كيف؟ ضاع كيف؟ لا انا بديت افتش على الوطن ده كله. فتشوا. بديت على الوطن قلب. انا اسعد. يا ولدي. يا ولدي. حي انا من دار ولدي. صبري. حي من الدار اللي قادت في قلبي يا امي. حي يا بنت احمد. ومن دار احمد يا امي.
ده انا عايشه بحس احمد انا يا الحاج ما بشاره بشاره لقيتوا شنو يا ولد الحصل شنو يا بشاره طمني ما لقيناه لكن ان شاء الله بنلقاه بس انا جاي داخل لقينا الورقه دي في خشم الباب ورقه شنو يا ولد امي ليه شنو الله يا حجه اسهر ديل الجماعة الخطفوا احمد كور علي احمد احيي ابو علي احمد احيي احمد الخطفوا جديد ابو علي يا ربيع كذا اقرا علينا يا ربيع اقرا طمني على ولدي احمد معانا وهو كويس المطلوب تدفعوا 5 مليون حندفعن بندفعنها لحد يوم الخميس الجاي الساعة 12 بالليل وبعد ذاك يا اخوي اقرا لي التسليم في وادي الحراية وين ده يا لو برجع لي ولدي بندفعن يا ربي بس احمد يجيني جمال قروش دي كمان دفع على الجوال يمكن بندفعن اسمع يا حبيب قصايا بندفعن لا مش للحاج تفتش لي من تحت الواطة وتجيب لي يوم الليلة جدا يا حاج يا ابو شارع تعال تمشي تكلم ابو قرين تقول لي احمد ضاع كلمه قول لي احمد ضاع احمد ضاع احمد ضاع احمد ما لاقينه يا اخواني انت عارف ان احنا لازم نسرع عشان نلحق الموسم ايوه جدا بالضبط كده وزي ما قلت لك الزبيرات اي زبيرات انا مستعد اجيبها ده كلام كويس جدا هاي ما في ولا حاجه السلام عليكم الحمد لله والله في الحقيقه حاج ايوه في خبر انا ما عارف اقول لك شنو شنو احمد يا حاج احمد اتخطف احمد ايوه اتخطف اتخطف ايوه اتخطف واتخطفوا من نومتين والله خطفوه جماعه وجابوا ورقه قالوا عايزين فديه 5 مليون جنيه يا سلام ايوه والحاجه قالت لك تجي ضروري ابو قرين يلا بينا على السريع يلا فوق ما في مشكلة ألزم الصبر يا بنتي إن شاء الله ندبر لون القروش على حسب ما قالوا أحمد رجع في البيت تاني عندك القروش يا الحاج حسا ما عندي الحاجة وبنك ذاته زي الوقت الدفاتح ما في لكن بإذن الله بمشي على الأصدقاء والأخوان باللين ما بتجي ما في حوجة يا حاج لأنه أنت عارف الجماعة ذي ما بهزروا بتذكر وتحسن لما خطفوها لدخلوا في السفر وانت عارف عمل له شو كرة علي يا بابا كرة ما بيقتلوه بعد ما تعلوه ما حاي وتعلوه ما تجير الشيرات ربي عسكت لما شفت خطفوها ربي عسكت بس كنت بني جايز يعني بس هاي معلمة الناس دي خطفوا الولد واضي عشان القروش يقتلوه بيستفيدوا شنو يقتلوه مغرب يا اخويا بعد المغرب كدي بس عجلتم مرن على شارع تاني ما شفنا حشايا عليك الله انت هسه من امبارح تبكي قلبك تجيب على الرايحه تجيب تجيب ما بجيب قول استغفر الله استغفر الله الصبر 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 قول يا جامع دمعتي جفت من عيني يا اخواني اسوي شنو انا صبر صبر يا بنتي صبر سمع صبر صبر كويس يا سيدي قول يا جامع يا جامع يا جامع وهات يلا معك يلا يا جامع يا رغيب تجمعني بولدي مالكلب يا ولد اسكت اسكت بتكلم معك اسكت وخليك هادي ها اسكت اسكت انا راح اوديك لاهلك ها خليك هادي زي ما انت كده فاهم يود اقول لك اسكت ده قنبله اخبط كيانك اسكت طشش بالتراب كمان انا الليله اربطك بالحبل ده انا تعرف تعرف ايه يا ترتيب جاي تاني تتحرك يلا انا كلام فارغ معاك ارامي كلب الان جبان الان صغير ما عدمي للقدر اسمع ايوه ادريس الواد قاعد كيف اخر قريص ده
كتفته حلو جدا. اسمع بعدين بالليل الساعه 11 كده تشيل وتوديه المحل اللي وريتك له ذاك انا وتذكره حافظه بس في واد الحرايه تخطه وتلبسه ساكت. الجماعه ديل بيجوا بالليل انا بجي معاهم. جميل. لو حسيت بهم داني يعملوا اي شنكب عنكب كده ولا داني يبلغوا البوليس انت تلبس قبلك ما تسرسته. جميل. لكن انا اعرف ان العمليه تمام في التمام كيف. ايوه انا بضرب لك بوري تيت 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 ثلاث مرات قصير واحد طويل تيت 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 قصير واحد طويل وهو كذلك. حلو جدا. تمام. اول ما تسلم القروش تمشي تنتظرني في المطعم بتاعك واللي كنت شغال فيه ده. جدا. هاي ما تتحرك. لا 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 تمشي وتجي تلقى معايا ادريس اوعى. يا ربي يا ادريس اوعى وتمشي وتجي تلقى مالك في الحفظ والصون يا ربوع. حلو. اه يا ابوي جبت القروش. جبناه. تقعد تتكي تتكي كده اللي قلتلي. والله لازمنا صبر. اي احمد انت مات 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 الودة 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 وين يا احمد يا قومي 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 يا قومي. تشيل اولاد الناس يا ادريس. انت ما غاشي الناس منك. انا في الدرجة دي يا ادريس. يا جبان. انت ما غاشي الناس منك ابو قرين. ابو قرين. تشيل الاطفال يا حاخد. تشيل الاطفال. تشيل الاطفال. احمد. قوم يا احمد. لا حول الله. ده جبان ده يا ولدي. قوم يا ولدي عشان اوديك لامك. يا إلهي محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وين انت يا اخي وسارح وين واقف في الليل ده براك؟ اسمع الحاج قال عايزك نفتش عليك احنا من جبير يا اخي. طيب كويس بجيو خلاص. خلاص اجيو ما اريد اخر. هيا يا ام صلاه النبي ما شاء الله ما شاء الله. يا سيده يا بنتي ما ازحري أردت يا أمي زي السرور سمحت السرور. عينك ملانة يا أمي. عاد يا أمي توبك سمح سماحة يا سيدة يا بنتي ولونه فرايحي قد يسر القلب. والله يا أمي آخر مرة لبست التوب ده ما بتذكر. تتذكري كيفين يا بنتي؟ ما له سنين ودنين التوب ده لا شفته لا رأيته. أحمد الله يا أمي. أردت يا أمي التوب فوقك توب البنات لحده. والله يا أمي فتحت الدولاب لقيت فيه هدوم كثيرة خلاص كنت راكناها بالسنين. هيا سيدة ركنتها دي ما كانت في قلبي ما كانت واجعاني يا بنتي وهارية كبدتي من جوا لكن الحمد لله. انت يا امي احمد وينه ما شايفاه؟ اجي يا سيدة عتاني احمد بيسالوا منه احمد ما مش شعبت لي راجع الناس ده في رقبته حامل نفس يا بنتي. طيب يا امي انا امشي اشوفه وي. يمشي بجيبه معي هسه. سامح
ابو جريج. مرحبا، اهلا بك يا سيده. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. اشوف البقره بتاعتي ولد رجله صغيره. كويس يا ابو حميد، مبروك. السفر ده اظن جننك وغلبك. السفر ده لكن انا احبه حب شديد جدا، زي كانه يعني. هو ذاته بريدك ومتعلق بيك كمان. بتريد الاطفال يا ابو جريج؟ دي اجمل شيء في الحياه. أكان كبي ولاداتك أعز حاجة عندك. ما عندي ولادات. ليه؟ زوجتك ما بتبثك؟ في ظروف يا سيدة شغلتني. لما انتبهت لقيت كل شي فات، لقيت الزمن انتهى والعرس ذاته فاتني. أنت لسه في شبابك. الراجل يا بقرة ما بعيبه بعمره، بعيبه بأفعاله. وأنت أفعالك كلها. أبو غريب، أنت من وين يا وهاج أنت يا أخي؟ أنت ليه تتردد؟ الفرصة تجي مرة واحد بس. يا وهاج، وهاج يا أخي، السعادة مالي أنا، السعادة لغيري يا وهاج يا أخي. أبو غريب، أول حس على اليوم الفاتك، أنا عارف قلبك ده في حاجات كثير، اليوم الفاتك تحس أبو غريب، حس أول الحاجة دورك. تمام. والحاجة كمان تدورك. ودقت. واحمد يا دورك. ايوه والله. اها، وكمان سيده تدورك. ايوه والله يا وهاج. ايوه والله. عندك مشكله ثانيه؟ في مشكله. ايش المشكله؟ يا وهاج، سيده دي صغيره يا اخي وعفيفه وطاهره يا اخي، انا ما عايز اربط مصيري بها يا وهاج، انت ما عايز تفهمني مالك؟ ابو جرين. انا ما ابو جرين يا وهاج. الله، ومين انت؟ ما في لزوم، ما في لزوم يا وهاج. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. ادريس وين يا اخ؟ ادريس ما في، خلى الشغل فات. فات؟ فات هاي. طيب شكرا. ها عاد يا الحاج، قطع لك كلامك كله في راسك. تاني عندك كلام؟ والله يا حاجة، انا الزول ده من اول مرة شفته في حياتي قلبي داره. فراسة مؤمن كده ساكت اتوسمت فيه الخير. والحمد لله هسه دلوقتي بقى ما عندي بلاوي، ياهل عليه واتكل وفوق الرجع. هنضم معه خلاص. حركوا. ان شاء الله، ان شاء الله وباذن الله. وانا براي قبل شويه كده قررت بيني وبين نفسي اني في اول فرصه اتكلم معه. سيده، انا امنيتي اعرسك، امنيتي اعرسك يا سيده، لكن الحياه ظالمه، الحياه ظالمه، ما ادت لي في نفسي زيه زي اي زول غيري يا سيده. بتتكلم بحرقه ومراره، باين عليك تعذبت كثير. انت بتقصور. أنا ما عايز أغشك يا سيدة، ما عايز أغشك، أنا عايزك تكوني سعيدة، لكن ما معانا أبو جرين. أنا ما أبو جرين يا سيدة. أنت ابنه. أنا ما أبو جرين، الجنبك ده مظهر خداع، الحقيقة مرة وقاسية ولئيمة يا سيدة. ليه كده؟ سيدة، سيدة أنا مفروض أمشي من هنا طوالي يا سيدة، مفروض امشي من هنا طوالي. ابو جرين، ما لقوا عاد تانين يا سيده، لازم امشي يا سيده، لازم امشي. امي انت بتبكي؟ انا لا يا احمد، انا ما قاعده ابكي، انا جد زعلك؟ ما في زول زعلني يا حماده، ما في زول زعلني يا حبيبي. انت حبيبي وحياتي كلها يا احمد، انت حياتي كلها. انت كل شيء لي في الدنيا يا حبيبي انا. ابو جرين. ايوه يا وهاج. والله اليومين ديل النوم حقك ما عاجبني والله. نومين يا وهاج يا اخي، انا ما قادر انوم يا اخي، انا تعبان جدا يا اخي. نوم شنو يا اخي؟ والله كلام غريب قاعد تقول. وهاج، انا لازم افوت، انا حامشي يا وهاج. تمشي وين؟ حامشي وحاسيب المحل ده كله. بعد العشق والريد ما في وعاد لي ثاني. الكلام ده بس يكون بيني وبينك يا وهاج.
والله يا ابو قرين بيت ود الحافيه انت فوت تخلي والله انا كمان نمشي. ربيع. نعم. تعرف لو اكتشفت في اي يوم من الايام انه لك يد في خطف احمد صدقني حتتعب معي جدا. اللي بيخليك تقول الكلام ده شنو يا ابو شاره؟ عندي شعور كده. والله يا ابو شاره انا زعلان. زعلان انه العلاقه اللي بيناتنا تصل لحد حته زي دي. بشاره نحن في يوم من الايام كنا كده لحد ما اجل ابو قرين الامور كلها انقلبت. ايوه انت السبب. انت اللي خليتني انا اخونا الراجل الاحسن اليه، لكن الحمد لله ضميري صحة ورجعت في الوقت المناسب. وبكره يا فالح تلقى نفسك في الشارع وزولك استولى على كل شيء حتى حبيبة القلب. يستاهل. ايوه يستاهل. ولو عرسها انا حكون اسعد انسان. تعرف ليه؟ لانه راجل بمعنى الكلمه. طيب يا الحاجة هاي ما تاكل لك لقمة يا اخو. يا حاجة كفاية شاي شربته. بعدين ذات الليلة اليوم حيكون صعب جدا معي. اول شيء عندي اتصال بالخرطوم وعاوز اتصل ببور سودان وعندي لفة طويلة جدا في البلد. ان شاء الله يعني النهار كله حاكون مشغول، لكن ان شاء الله بعد اجي راجع المساء هتصل بابو قرين. الله يجيبك بالسلامة ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يعدل خطيبتك يا اخو. عندك اي حاجة؟ عندنا يا اخو. سيدك عاد بلاك اي حاجه دايرينها في الورقه جدا ان شاء الله مقضيه يا الحاج. بس ما تنسى حاجه. عمو هاج. ايوه يا احمد انت مالك تغلبني كتير كده؟ ما شفت عمو ابو قرين فال وين؟ هسه عم اشغل البابور بهنا يصلح. يا اخي تعصم عليك تكد ضيعت الولد كيف؟ اسمع ده السبب اللي دابني لك هسه. انت عارف الزول اللي قاعد معاكم دمنه منو؟ ابو قرين. ابو قرين بتاع الساعه كم يا اخي؟ ده السبب اللي جابني لك. انا داير اوريك حقيقته. ابو قرين حقيقه منو؟ ابو قرين ده ضبه. ضبه منو؟ ضبه ده مجرم وقاتل زول والبوليس بيفتش عليه. فهمت؟ ايوه يعني الحكايه بقت كده. اسمع انت من هنا تدوش الخلا. الجماعه دي ما في زول فيهم يشوفك كله كله. وانت من هنا على وين؟ البوليس